أما النيرفس أوف ذا نيك فكنا هنقسمها إلى عدد من الأقسام. القسم الأول هو الكرينيال نيرفس وتشمل 12 بيرز أوف كرينيال نيرفس. القسم الثاني سيرفيكال بليكسس. القسم الثالث هي سيمباثيك تشين أو سيمباثيك ترانك. هنتعرض دلوقتي لكل قسم من هذه الأقسام اللي بيكون النيرفس أوف ذا نيك. القسم الأول اللي هو الكرينيال نيرفس، عندنا 12 بيرز اوف كرينيال نيرفز. اول واحد فيهم اللي اسمه الاولفاكتوري ده كان بيور سنسوري نيرف. النيرف الثاني اللي اسمه الاوبتيك كان ايضا بيور سنسوري نيرفز، ودول هندرسهم بالتفصيل مع فرع النيورو اناتومي. النيرف الثالث اللي هو السيرد كرينيال نيرف اللي اسمه الاوكيولو موتور، ده ميكسد نيرف، كان جزء منه موتور والجزء الاخر كان باراسيمباثيتك. النيرف الرابع اسمه تروكليار نيرف، ده كان بيور موتور. اما الخامس اللي هو التراجمنال نيرف، ده كان ميكسد، جزء منه موتور والجزء الاخر كان سنسوري. واخيرا النيرف السادس اللي اسمه الابديوسن، ده بيور موتور. الاربعه كرينيال نيرفز ديت كانت ديستريبيوتد، ثلاثه منهم اللي هم ثلاثه واربعه وسته للاكسترا اوكولار ماسلز اوف ذا اوربت. اما الخامس فكانت توزع، جزء منه اللي هو الاوفسالميك كان راح سنسوري للاوفسال للاريا اوف ذا اوربت، والجزء الثاني اللي هو الماكسيلري كان سنسوري للمنطقه المحيطه بالماكسيلا. الجزء الثالث اللي هو المانديبولر، وده كان ميكسد نيرف، جزء منه سنسوري وجزء منه موتور، وكان بيغذي منطقه الانفرا تمبرال ريجون. النيرف السابع اللي اسمه الفيشل نيرف، ده ميكسد نيرف، ده جزء منه موتور وجزء منه سنسوري وجزء منه باراسيمباثيك. الثامن اللي هو الاوديتوري نيرف، له اسم اخر فيستيبيولو كوكليير، وله اسم ثالث اسمه ستيتو اكوستيك، وده ايضا بيور سنسوري نيرف. اما النيرف التاسع فاسمه جلوسوفارينجال نيرف، بالظبط زيه زي السابع، جزء منه كان ميكسد، هو ميكسد نيرف، جزء منه موتور وجزء الاخر سنسوري والجزء الثالث كان باراسيمباثيك. النيرف رقم 10 اللي هو الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف جزء منه موتور، جزء منه سنسوري، وجزء منه باراسيمباثيك زيه زي التاسع والسابع. النيرف رقم 11 هو الاكسسوري نيرف، ده بيور موتور نيرف. اما النيرف الاخير اللي هو رقم 12 الهايبوجلوسال نيرف، هو ايضا بيور موتور نيرفز. هذه النيرفز 7 و9 و10 و11 و12 اللي هم اخر اربعه اللي هم ايه 5 كرينيال هندرسهم حالا. اما النيرف رقم 8 فهندرسه مع النيرف رقم 1 و2 في فرع النيورو اناتومي.